وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء إذا ما العبد طال ب... بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. إذن نبتدئ بهذه الصفحة، الصفحة 122 إلى لاباج 122. إذن سأحاول قراءة النص والإجابة على الأسئلة. ليكسيك دو بورتري كومباريزون اي ميتافور. يعني في هذا الدرس راح نتعرفوا على مفردات الصورة الفنية لشخصية، لا كومباريزون بمعنى المقارنة، ميتافور بمعنى الاستعارة، وراح نعرفوا الفرق بين المقارنة والاستعارة. يعني لا كومباريزون اي ميتافور. لو تيكست فلور دو ديزير بمعنى زهرة الصحراء. هذه الطفلة يعيطوا لها فلور دو ديزير بمعنى زهرة الصحراء. En rentrant à Boussada, بمعنى في طريق العودة إلى بوسعادة, à l'heure du coucher du soleil, وفي وقت غروب الشمس, nous avions remarqué une petite fille, يعني لاحظنا فتاة صغيرة, assise contre un mur d'argile, يعني جالسة على جدار من الطين. Elle pouvait avoir 5 ans, كان لديها يعني 5 سنوات. Et resplendissait de cocoterie, بمعنى أنها كانت مشرقة في أناقتها ومتوهجة في زينتها. دي خلخال دارجون، الخلخال الفضي هذا هو اللي كان تعرفوه، يجي في أسفل قدم الفتاة أو المرأة، يعني يجي في الكاحل، هذا يسمى الكاحل، اللي كانت تلاحظونها أيضا في الصورة. إذا هذا الخلخال الفضي، دي خلخال دارجون، أونتوغي سي شوفي دو بيش، يعني كان يحيط بكاحلها. بيش هذه يعني الظبية، هنا راه شبه الكاحل تاعها بقدم هذه الظبية أو الغزال. Elle avait aussi de grands sourcils, يعني كان عندها أيضا حاجبان كبيران, une bouche charnue وفم سمين, qui laissait voir des dents, والذي يظهر أسنانها très blanche, البيضاء, et très petite, والصغيرة جدا. يعني هذا الفم كان يظهر أسنانها الجميلة, يعني البيضاء والصغيرة. Sa peau d'un jaune clair, جلدها الأصفر الفاتح, mêlé de rose, المختلط باللون الوردي, porté de très joli tatouage, يعني كان حامل لوشم جميل جدا بلو أزرق. يعني كان هذا الجلد نتاعها اللي لونه أصفر فاتح موزوج بالوردي كان فيه وشم أزرق جميل جدا. تاتواج هو الوشم. Fleur du désert, وردة الصحراء. C'est ainsi qu'on l'appelait, يعني هذا ما كان يطلق عليها. Nous a offert un sourire franc, يعني قدمت لنا ابتسامة صادقة. Mêlée de joie, ممزوجة بالفرحة, de tristesse, والحزن, et de bonté, يعني واللطف وحسن المعاملة. Elle me tendit une rose des sables, وأعطتني وردة الرمال. صحة, صحة بمعنى احنا نقوله شكرا, صحة. Sur ce remerciement, بمعنى وعلى هذا الشكر, la petite fille bondit comme une gazelle, يعني الفتاة ذهبت وهي تقفز كما الغزالة. Il courut dans un nuage de poussière ensoleillée, بمعنى وكانت تجري يعني في سحابة الغبار المشمس. Dans un nuage de poussière ensoleillée. إذن كان هذا بالنسبة لهذا النص. نمر إلى الأسئلة. Je lis et je repère. Quelle personne est décrite dans ce texte? من هو الشخص الموصوف في هذا النص؟ Deuxième question. Quel âge avait-elle? كم كان عمرها؟ Troisième question. Comment l'appelions? كيف نناديها؟ أو كيف كان يطلق عليها؟ Relève les traits caractérisants la fillette. استخرج يعني الصفات التي تميز هذه الفتاة. إذن راح نحل كل سؤال على حدة. Quelle personne est décrite dans ce texte? شكون هو الشخص المذكور في هذا النص؟ إذن une petite fille de بوسعادة. يعني فتاة صغيرة من مدينة بوسعادة. Deuxième question. Quel âge avait-elle? كم كان عمرها؟ إذن elle avait 5 ans كما شفنا في النص قبل قليل. Troisième question. Comment l'appeler? كيفاش كنا ندعو لها؟ إذن كانت تسمى on l'appelait fleur du désert, يعني وردة الصحراء أو زهرة الصحراء. Quatrième question. Relève les traits caractérisant la fillette, يعني استخرج من النص المميزات أو الصفات التي تميز هذه الفتاة. إذن resplendissait de cocoterie, يعني مشرقة في أناقتها. عندنا أيضا شوفي دو بيش, يعني قدماها تشبه رجل الظبي أو الغزالة. Grand sourcil, حاجبها كبيران. Une bouche charnue, بمعنى فم تاعها كان سمين, يعني ما كانش رقيق. Des dents très blanches et très petites, يعني أسنان بيضاء وصغيرة.
وجلدها أصفر فاتح ممزوج باللون الوردي، وأيضا لديها وشم تاتواج بلو، يعني وشم أزرق على جلدها. وأيضا مميزاتها أنها كانت تقفز مثل الغزالة، وأيضا لديها ابتسامة صادقة مختلطة بالحزن والسعادة واللطف. إذا هذه هي كل المميزات التي تتميز بها هذه الفتاة، سأقوم بوضعها في جدول. إذا ركز معي في هذا الجدول. إذا عندنا تخي فيزيك، يعني الصفات الفيزيائية، يعني الصفات الجسدية اللي نشوفوها على الجسم نتاعها. أما تخي مورال، يعني الصفات الخلقية، يعني ما نشوفوهاش يعني نحسوها. إذا عندنا لي تخي فيزيك اللي كنا عرفناهم: أو سبلونديسي دو كوكو تخي، شوفي دو بيش، غون سورسي، بوش شارنو، دون تخي بلانش اي تخي بوتيت، بو جون كلير مولي دو روز، بونديكوم اون غزال. والصفة الأخرى ثاني أنها تقفز كالغزال. إذا عندنا صفة واحدة هي خلقية، أن سوغيغ فرومولي دو جوا دو تريستاس اي دو بونتي. إذا هي ابتسامة صادقة، يعني ما نقدرش نشوفوا الصدق تاع الابتسامة لكن نحسوا. إذا هذا هو الخلق تاعها، أنها كانت تبتسم بصدق وفرحة ولطف، اي دو بونتي. إذا هذه هي الصفات الجسدية والصفات الخلقية. نمر إلى السؤال الموالي، جاناليز. À quoi est comparée la fillette quand elle court؟ بمعنى إلى ماذا قورنت، أو بماذا قورنت الفتاة عندما كانت تجري؟ Retrouve la phrase qui le dit. استخرج الجملة التي تبين ذلك. إذا الجواب كالتالي: Elle est comparée à une gazelle، يعني قورنت بغزال. الجملة التي تبين ذلك هي: La petite fille bondit comme une gazelle. تجدها في آخر النص. Deuxième question. D'après toi, pourquoi a-t-on donné à la fillette le surnom de fleur du désert؟ يعني من خلالك أنت، لماذا أعطيت الفتاة اللقب هذا أو الاسم هذا، وردة الصحراء؟ إذا الإجابة: On lui a donné، أعطينا لها هذا الاسم، سنو، pour sa beauté، لجمالها. Pour sa beauté. Troisième question. Fleur du désert est-elle une comparaison؟ هذه وردة الصحراء هي عبارة عن مقارنة؟ Oui, c'est une comparaison. Quatrième question. Quel élément lui manque-t-il؟ ما هو العنصر المفقود في هذه المقارنة؟ يعني في المقارنة أو في التشبيه لازم يكون كاين مشبه وأداة التشبيه والمشبه به، بمعنى الرجل كالأسد. إذا كاين مشبه وأداة التشبيه والمشبه به، لكن هنا فلور دو ديزير وردة الصحراء انعدام وجود أداة التشبيه. إذا لوتي دو كومباريزون هنايا هي العنصر المفقود. سانكيام كيستيون. Sais-tu comment on appelle cette comparaison؟ أتعرف ماذا تسمى هذه المقارنة؟ إذا c'est une métaphore، تسمى استعارة. C'est une métaphore، c'est-à-dire une comparaison sans outil de comparaison، بمعنى أنها مقارنة بدون أداة المقارنة. إذا وجدنا أن مقارنة محذوف منها أداة المقارنة نسميها ميتافور. إذا وجدنا مثلا كوم تلك، إذا هذيك نسموها كومباريزون عادي، راح نشوفه في الأمثلة القادمة إن شاء الله. Pour faire un portrait، لكي نقوم بوضع صورة فنية لشخصية، il faut utiliser un vocabulaire précis، بمعنى لازم أو من الضروري استخدام مفردات دقيقة. دي كومباريزون مقارنات، اي دي ميتافور واستعارات. اكزامبل: اون بوش شارلو، اون سوغيغ فران. هذه عبارة عن ميتافور، يعني استعارات، ما فيهاش أداة التشبيه. أما بالنسبة للمثال الثاني، اكزامبل نيميرو 2، لا بوتيت في بوندي كوم اون غازيل، هذه نسموها كومباريزون مقارنة. لماذا سميناها مقارنة؟ لأن فيها أداة التشبيه، يعني اوتي دو كومباريزون أو أداة المقارنة. عندنا هذا كومباري يعني المشبه، وهنايا كومبارون المشبه به، يعني الفتاة تقفز مثل الغزالة. هنا وجه الشبه هو القفز، الفتاة تشبه الغزالة في ماذا؟ تشبهها في القفز. إذا أداة التشبيه هو لوتي دو كومباريزون. إذا أعيد، الفرق بين لا كومباريزون ميتافور، أن كومباريزون فيها أداة التشبيه أو أداة المقارنة، أما الميتافور يكون محذوف هذه الأداة. اوتي دو كومباريزون أدوات المقارنة أو أدوات التشبيه، أنسي كو بمعنى كما، تال كو بمعنى مثل، غوسومبلابل أ يشبه، غوسومبلي أ يماثل. إذا هذه هي أدوات التشبيه، إذا وجدناها نعرفها باللي كومباريزون، إذا ما وجدناهاش نعرفها باللي ميتافور. إكزومبل نيميرو 3، دي خلخال دارجون أونتوغي سي جو في دو بيش. إذا ميتافور كومباريزون سون اوتي دو كومباريزون، بمعنى أن الميتافور هذه الاستعارة هي عبارة عن مقارنة بدون أداة التشبيه. هذه هي سموها ميتافور، سي شوفي دو بيش، يعني كاحلاها مثل كاحلي الغزالة.
إذا نمر إلى الصفحة الموالية لاباج 123. في هذه الصفحة صفحة التمارين سنحاول حل كل هذه التمارين. ركز معي جيدا. Complete les phrases avec un des adjectifs suivants. Aide-toi d'un dictionnaire. واستعمل يعني القاموس. Mince بمعنى رقيق أو نحيف. Blême بمعنى شاحب أو باهت. Chétif بمعنى ضعيف. Radio بمعنى مرح أو مشرق. Élancé بمعنى مرهف. Raide بمعنى أملس. Droit بمعنى مستقيم. Ondulé بمعنى مموج أو مجعد. Cet homme a le nez bien droit. يعني هذا الرجل لديه أنف مستقيم. C'est une femme à la silhouette mince et élancée. يعني هذه المرأة لديها قوام رقيق ومرهف يعني أنيق. Le malade a le visage. يعني المريض لديه وجه شاحب بلام. Et le corps chétif. وجسم ضعيف أو جسد ضعيف. Les cheveux de ma petite sœur sont raides. يعني شعر تاع أختي الصغيرة غاد مستقيم يعني ما فيش تجاعيد مثل هذه الصورة ما فيش تجاعيد. Et ceux de ma mère ondulés. وشعر أمي ondulé يعني مجعد أو فيه تموج. إذا بهذا الشكل. Cette jeune fille épanouie a le visage radieux. يعني هذه الفتاة المزهرة لها وجه مشرق. Le visage radieux بمعنى وجه مشرق. إذا نمر إلى التمرين الثاني. Exercice numéro 2. Les mots de la liste A désignent un caractère. Chacun d'eux peut trouver son antonyme dans la liste B. Recopie les couples ainsi formés. إذا عطاونا هذه la liste A وعطاونا la liste B. راح نربطهم باش نشكلوا الأضداد les antonymes. إذا généreux هو كريم. Impulsif بمعنى مندفع. ديناميك يعني نشيط. Sauvage بمعنى متوحش أي يعيش وحده. يعني ما يختلطش بالناس. جونتي بمعنى لطيف. أما القائمة بي يعني la liste B هي مو بمعنى لين أو طري. سوسيابل يعني اجتماعي. كالم بمعنى هادئ. ميشون بمعنى شرير أو مشاكس. أفاغ بمعنى بخيل. إذن الربط يكون كالتالي. جينيرو أفاغ. امبولسيف كالم. ديناميك مو. سوفاج سوسيابل يعني متوحش يعني يعيش وحده. سوسيابل اجتماعي يقدر يعيش مع الناس. جونتي لطيف. ميشون شرير. إذا هذا بالنسبة لهذا التمرين. ثالث اكزرسيس. لي لو تيكست سويفون اي سولين لي كومباريزون اي لي ميتافور. يعني قال لك اقرا لي هذا النص ونسطره تحت المقارنه وتحت لي ميتافور يعني الاستعاره. لو بانتور اي تان اوم انورم. بانتور هذا هو رجل ضخم. اون ديغي ان مورسو دو بوا كي مارش. يعني كانه قطعه خشب تمشي. Au gros de l'été, في فصل الصيف, quand il se fait un couvre-nuque, couvre-nuque هي بمعنى غطاء للرقبة, لكن تعرفوا, هذا هو couvre-nuque, غطاء الرقبة. Avec des feuilles de figuier, يعني هو يغطي الرقبة نتاعو بأوراق التين, les feuilles de figuier, qu'il a les mains pleines d'herbes, ويداه أيضا كانتا مملوءتان بالعشب plein d'herbes. Et qui se redresse les bras écartés وفاتحا ذراعيه وهو واقف pour regarder la terre لكي يشاهد الارض. C'est un arbre. إذن هو شجرة. Sa chemise pont et lampeau. يعني قميصه متدلي وممزق. Comme une écorce. كلحاء الشجر. لكن تعرف لحاء الشجر هو هذا الموجود فوق جذع الشجر. Écorce. Il a une grande lèvre épaisse. ولديه شفاه كبيرة. Et déforme وسميكة comme un poisson rouge كسمكة حمراء. يعني الشفاه نتاعو هذه كانت سميكة وكبيرة كسمكة حمراء. إذن هذا هو النص. إذن راح نقوم بإخراج المقارنات والاستعارة. إذن on dirait un morceau de bois qui marche يشبه قطعة خشب تمشي. لدينا أيضا c'est un arbre يعني هو شجرة عبارة عن شجرة. L'ombre comme une écorce بمعنى أنه يشبه لحاء الشجر. وأيضا comme un boisson rouge. إذن هذه فيها أداة تشبيه comme عبارة عن comparaison وهذا ما فيهمش أدوات تشبيه. إذن هي عبارة عن ميتافور. وفي الأخير آخر تمرين إن شاء الله. إذن هو j'écris أكتب. Rédige deux phrases pour décrire une personne que tu aimes. يعني أكتب جملتين فقط توصف فيهم شخص تحبه. إذن je revois le visage de. أعيد هذه الجملة. Je revois le visage de mon prof. إذن أتذكر أو أستحضر وجه الأستاذ نتاعي. Son visage était rond يعني وجهه كان دائري. Avec des grosses joues بخدود كبيرة.
et un nez imposant, un fun kabir, يعني هائل. Derrière ses lunettes, وراء نظارته, on peut voir ses petits yeux, يعني نستطيع رؤية عيناه الصغيرتين. إذن أعيد قراءة. Je revois le visage de mon prof. Son visage est rond, avec des grosses joues et un nez imposant. Derrière ses lunettes, on pouvait voir ses petits yeux. إذن طلب مني جملتين فقط نكتفي بهذا الشيء. إذن في هذا الفيديو نكون أكملنا هذه الصفحتين. أشكركم على حسن المتابعة الصغار. في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.